لا تتضايق يا اختي، صدقيني عم حاول انه اتغير. دعيلي انتي. بس هذا ما بيعني انه رح نسامحك بهالسهولة. هالوك رح تسامحوني وبتشوفي. هالوك، بعرف انك ناوي تتغير، بس طبعا هي مو اول مرة انت بتاخد هيك قرار وما تغير فيك شي. طيب انتي قوليلي شو الحل، ساعديني. متأكد من اللي عم تقوله؟ ايه طبعا. برأيي انهي العلاقة قبل ما تتأزق جونش وبناتها أكثر من هيك، ولا تدخل بعلاقة تانية بنوب، وبلش علاجك من الأول. بدك تموتيني؟ أنا تحملت منك كتير، بس خلاص والله تعبت من هالوضع، وأكيد أنت بتعرف إنه سافاش بيعني لي، وهلأ صار لازم وقف معه مشان تتحسن نفسيته. يا ريت لو فينا نرجع على أيام طفولتنا. نحن ما قدرنا نعيش طفولتنا أبداً، أبونا ما سمح لنا بهالشي. أنا ماني مثل أبي أختي. أكيد بتتذكري لما قلتي لي إني طلعت شخص أسوأ منه بكتير. بأكد لك إني غلطانة. ما بعرف ومالي حابة أتذكره بنوب. أنت الوحيد اللي كنت توقفي جنبي وعطول تحميني من الظلم تبعه، وما تخليني نام زعلان. أنا بوقتها كان لازم أحميك وحميتك. بدي ترجعي تحميني وتسامحيني. بس مو أنا اللي لازم سامحك، سافاش. سليم، أنا قلعتهم وما سكتت لحدا. صدقيني أنا ما قلي إيد بهالقصة وما شاركت فيها بنوب. بعرف أمري، بعرف. ما بتتخيلي قديش اتضايقت مشانك، بس ما كان طالع بإيدي أعمل شي. تعرفي شو؟ لو ما كانوا بنات كنت ضربتهم. لا شو هالحكي، خلص روق. ما بقدر، ما بتصدقي قدي أنا متضايق. أمري، إذا احتجتك بشي بتساعدني؟ أنتي بس اطلبي وأنا بعمل شو ما بدك. سيلين، كنت بتعرف؟ شو هالجنان؟ أنا ما بعرف شي. وين توشا؟ تليفون مسكر. ما بعرف، ما شفته. ماشي، بس تشوفه خبرني. سلام. ليك تفرج. حلوة كتير هالبنت. مين هي؟ أوه حلوة كتير. لكن انتوا على شو عم تتفرجوا؟ انت ما بتستحي بنوب؟ علي، الكل شافوه. روح عصب على اللي نزله، لا تجي تعصب علي. ايه روح عصبه. الكل يسمعني، هذا الفيديو بده ينحذف. اذا بشوفه مع حدا يا ويلو مني. فهمتوا علي ولا لا؟ حاجتك بقى، شو بدنا نستأذن منك وقت بدنا نتفرج على شيء؟ رح تستأذن وأنا ما رح أسمح لك. عم تفهم يا حقير؟ تسكت ولا؟ وبتعمل اللي بقلك عليه؟ فهمت ولا؟ تاني مرة ما بترفع صوتك بقى ولا رح خلص عليك. علي روح، خلص اهدى. اتركني، هات موبايلك لشوف. الكل رح يمحي هذا المقطع ولا رح يشوف شيء. ما بقدر اتصرف، ما رح اعيد هذا الحكي. تمسحوا هالفيديو عن موبايلاتكم وعن النت كمان، ويسترجع حدا فيكم يقول لي انه ما بدي امسحه.
سيلين أشرف من الكل، عم تفهموا ولا لا؟ سكروا على هي القصة ولا رح تندموا. فهمتوا ولا برجع بعيد؟ علي خلص روق، أنا رح أتأكد أنه انحذفوا الفيديو، لا تخاف. طيب ممتاز. It's your heart.